مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 44 بيضم 5 مسابقات، بتأتي على رأس القائمة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو المسابقة الدولية، بيتنافس فيها 14 فيلم ما بين العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالمية الأولى. الفيلم الفلسطيني علم من إخراج فراس خوري، وبيتكلم عن 5 مراهقين فلسطينيين. فيلم 19 به للمخرج أحمد عبدالله السيد هو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الدولية، واللي بيعرض لأول مرة عالمياً، وهو من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وعبد العزيز مخيون وأحمد خالد صالح. فيلم الصفصافة العمياء إخراج بيير فولز، بتدور أحداثه في طوكيو بعد أيام من زلزال وتسونامي 2011. منظور الفراشة الفيلم الأوكراني من إخراج ماكسيم ناكونيتشني، بيحكي عن ليليا خبيرة الاستطلاع الجوي الأمريكية، وبتبدأ الأحداث لما بترجع ليليا لعيلتها بعد ما قضت عدة شهور في السجن في دومبنز. الفيلم التونسي جزيرة الغفران إخراج رضا الباهي، بيناقش الفيلم قصة صراع نفسي للبطل أندريا، وخلال أحداث الفيلم بيضطر البطل إنه يواجه مشاكله علشان يقدر يسامح نفسه ويتخلص من روحه الغاضبة طول الفيلم. الفيلم البلجيكي الحب بحسب دالفا، خلال أحداثه بتعيش دالفا مع والدها لوحدها، وفي ليلة بتقتحم الشرطة البيت وبتاخدها لدار الرعاية، وبتكتشف تدريجي إن الحب اللي بتحمله لوالدها طول الوقت ما كانش زي ما هي متخيلة. الفيلم الياباني رجل ما إخراج كي إيشيكاوا، بيتكلم عن قصة حب بتعيشها البطلة ري مع شخصية دايسوكي، وده قبل ما يموت في حادث مأساوي. بعد كده بتكتشف تدريجي إن هوية زوجها ما كانتش حقيقية. الفيلم الكندي شيء قلته الليلة الماضية إخراج لويس دي فيليبس، بتدور أحداثه عن رين، كاتبة صاعدة في منتصف العشرينيات بعد ما تفصل من عملها، فبتقرر تروح مع عائلتها في رحلة استجمام في الوقت ده بيعيش صراع داخلي جواها ما بين الاستقلال والشعور بالراحة. الفيلم البرازيلي طنين الأذن بيتكلم عن مارينا غطاسة سابقة بتعاني من طنين شديد في الأذن، بتقرر بعدها العودة للمنافسات الرسمية على أمل إنها تفوز بميدالية أولمبية. برونتس. الفيلم المكسيكي لا أريد أن أستحيل غباراً إخراج إيفان ليونارد، وخلال أحداثه بيسيطر الشعور بالملل على حياة بيجو، واللي طول الوقت بتبقى خايفة إنها تتحول لشخص بلا قيمة في الحياة. الفيلم الفرنسي رائد الفضاء إخراج نيكولا جيرو، بيعرض قصة تحدي وإصرار البطل جيم اللي بيتمسك بحلمه إنه يكون رائد فضاء، وبعد عقبات كتير بينجح إنه يكون أول هاوي يصعد الفضاء.